ورجعنا لكم بعد الفاصل. وشفنا في الفاصل كان تقرير عن حالتين إنسانية. بس قبل ما نخش في التفاصيل بحب ارحب بضيوف اللي منورني في الاستوديو وزميلتي الاستاذه رينا جوزيف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. سعيده جدا ان انا معاكم النهارده في الحلقه، ويا رب الحلقه يا رب تكون تنول اعجابكم. وسعيده طبعا ان معانا ساره النهارده. النهارده زي ما عودكم استاذ مصطفى ان هو كل اخر تقرير بنكون معانا ضيفه من نجوم مختلفه في كل المجالات. يا رب تكون حلقه كده سعيده وخفيفه عليكم، ونبدا ان شاء الله مع استاذ مصطفى. وبرحب بضيفتي اللي موجوده في الاستوديو معانا النهارده الاستاذه ساره ابراهيم. اهلا وسهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا في الاستوديو. ربنا يخليك. والله انا سعيده جدا بوجودي معاكم، ومتشكره على الاستضافه الجميله دي في برنامج قضايا واحداث. بشكر حضرتكم. احنا سعداء جدا بيكي. هنخش في التفاصيل. وزي ما شفنا معانا في الفاصل كان حالتين انسانيه. حاله صار كان الطفل محتاج عمليه في طبله الاذن، ووالده شغال على دراعه، شغال باليوميه، شغال غفير حارس، لكن للاسف معهوش جنيه يعملها. والموضوع بسيط ان العمليه كلفت او هتكلف 7000 جنيه، لكن للاسف هو معهوش جنيه منهم. فيا ريت بناشد كل الناس اصحاب القلوب الرحيمه ان هم يتعاطفوا مع الحاله، ولو بجزء بسيط، ده لو كل واحد اتبرع بجنيه زي ما بيقولوا هنقدر نجمع له العمليه. هو حلم ليهم، حلم بسيط بالنسبه لاي حد غيره، لكن هو بالنسبه لهم حلم مستحيل. شفتي بقى يا رينا التقرير وشفتي الناس، فامس الحاجه للحاجه ديت ايه نقدر نعمله او نقدر نساعدهم في ايه؟ والله يا استاذ مصطفى احنا كل يوم بيعدي علينا حالات تكون صعبه جدا. احنا دورنا هنا ان احنا نوصل صوتهم للمسؤولين وندعمهم، وان شاء الله يكون البرنامج سبب لان اي حد يساعدهم، اذا كان بمقابل مادي او يساعدهم بعلاج او باي حاجه هم يقدروا ان هم يساعدهم بيها. تمام. استاذ ساره برضو شفت معانا التقرير وشفت الحاله الانسانيه، وجهه نظر حضرتك احنا ممكن نعمل ايه عشان نساعدهم؟ المفروض يعني نجمع من بعض ونساعدهم معنويا ماديا، يبقى في مساعده، في روح كده ان احنا نقف مع بعضنا، واللي معاه يشيل اللي مش اللي معهوش. وبرضو عندنا حاله انسانيه تانية شفناها، ان سيده كادت تضحي بحياتها من اجل ابنائها. سيده كانت عليها ديون عشان تجوز ابنائها، ابنها اللي كان بيعولها او بيصرف عليهم حصلت له حادثه وما بقاش قادر يشتغل. السيده لما وصل بها الحال انها مش قادره تعمل حاجه اضطرت انها تروح تبيع كليتها، لكن الناس اهل الخير وقفوا جنبها، سدوا جزء من المبالغ اللي عليها ورجعوها عشان ما تضحيش بحياتها. الله اعلم اذا كانت هتعيش بعد ما تتبرع بكليتها او هيجرى لها حاجه، لكن الموضوع ربنا كرمها بجزء وسددت الجزء ده. فمحتاجين من اصحاب القلوب الرحيمه ومن كل الناس انها تقف جنبها. وكان رقم الحاله موجود على الشاشه، يا ريت ان حد يتواصل معاها ويساعدها. دلوقتي وصلنا لمشكله مهمه جدا، موضوع مهم جدا، اللي هو عقوق الابناء للوالدين. المشكله ديت مشكله بدات الفتره اللي فاتت انها تكون موجوده كتير لبعد الابناء عن الدين. كانت دلوقتي الأب بيربي والأب بيكبر وبيعلم، ونيجي نشوف نلاقيه الطفل بيهينه ويسيبه لما ربنا يكرمه ويقف، يقدر يقف على رجليه ويقدر يفتح بيت. أول واحد بيدوس عليه الأب، بس مش كل الأبناء، أنا بتكلم عن الأبناء اللي هم يعتبر بعيدين عن الدين. أستاذة رينا أكيد قابلتك حالة من ديت أو موضوع زي ده، ممكن تتكلمي معانا تقولي لنا ايه ليه الناس وصلت للموضوع ده، او ليه الناس وصلت للمشاكل دي؟ دايما بقول البيت ده الامان، دايما بقول ان الام هي دي الحضن والاب هو الظهر. لو اولادنا ما لقوش من الاب والام الموضوع ده هيدوروا عليه بره. وللاسف دلوقتي بقى المشاكل بتوصل ان الولد مثلا يروح ان هو يعمل اخطاء والبنت تعمل اخطاء، وساعتها هتكون ضحيه، وضحيه بسبب الاب والام. ودايما بقول انتوا عندكم مسؤوليه كبيره جدا، اي اب واي ام انتوا عندكم مسؤوليه كبيره جدا على اولادكم. تمام استاذه رينا. لكن استاذه ساره دلوقتي احنا عندنا اختلاف، عايزين نعرف المشكله من ناحيه الابناء. دلوقتي الابناء هم اللي بيعقوا اولادهم، لكن الموضوع لو اختلف ولقينا الاباء هم اللي بيعوقوا اولادهم، او بعد ما بيهملوهم ما بيسالوش فيهم، عايزين نعرف تقول لنا الموضوع بالتفصيل كده عن المشكله دي. تمام. انا ماشيه بحاجه كده اللي هو انت زرعت حاجه هتلاقيها،
يعني انت دلوقتي بتزرع في حاجة هتطلع لك وهتبقى انت تبعها، انت اللي هتبقى مسؤول عنها. تمام. انا بلوجر على الفيسبوك. تمام. دايما مشكلتي على الفيسبوك ان بيجيلي مشاكل من السيدات والبنات بسبب الابهات والامهات برضو، الا من رحم ربي طبعا، يعني مش حد واحد، ولا يعني مش كلهم، الا من رحم ربي. هو الموضوع باختصار احنا بنتكلم فيه دلوقتي عقوق الاباء لابنائهم، الاباء غير الموضوع الاول اللي احنا بنتكلم فيه عقوق الابناء لابائهم. قول لنا بقى رؤيتك عن الموضوع ده، عن الابناء، عن الاباء لاولادهم. الاباء، ما ايوه انا بتكلم مع حضرتك. اتفضلي. المشكله ان انا كذا حد يكلمني على الفيس، بابا مش حنان عليا، بابا مش بيصرف عليا، بابا ما بشوفش منه اي حاجه، فبضطر ان انا اشوف بره، اتكلم مع حد يحس بيا، صح، يعني اروح واجي، حد يبقى مهتم بيا، حد يصرف عليا. يعني في كذا واحده كلمتني، انا منفصله، المفروض مين اللي يصرف عليا، مامتي ولا بابايا؟ مش عشان خاطر اتنين منفصلين اب وام او مش عايشين في بيت واحد فيبقى المشكله الابناء. تمام. طيب عايزين رساله موجهه لكل الاباء، تقولوا ايه للاباء؟ قول يا ساره، طلعي كل اللي جواكي، احنا معاكي واحنا في ظهرك كتير. طب ممكن استاذه رينا تقول لنا رسالتك ايه؟ رسالتي مهمه جدا، زي ما قلت لحضرتك من شويه، البيت دوت امان اذا كان للولد وللبنت. احنا عندنا طبعا صور كتير جدا من العقوق اللي بنقابلها من الاباء للابناء. اول صوره طبعا تفرقه ما بين الاخوات، ما ينفعش افرق ما بين الاخوات، ما ينفعش في العيد اجيب لده طقمين وتلاته وده ما اجيبلهوش اي حاجه، ما ينفعش دايما اكون بفرق ما بين ده بحبه اكتر او مديله حنان بزياده، اصرف على ده اكتر وما اصرفش على ده اكتر. بابا وماما انتوا مش فاهمين ان ده بيولد كره ما بين الاخوات، بيكون في كراهيه ما بين الاخوات. انتوا ربنا يديكم صحه وطوله العمر، بس فيما بعد لا قدر الله حصل لكم اي حاجه عمرهم ما هيتحدوا، الاخوات دول معروفين هما بالاتحاد. تمام تمام استاذه رينا، احنا ده كان بدايه لموضوع مهم ليه استكمال في حلقات تانية كتير، بس بنتكلم، نعتذر عن وقت الحلقه لان وقت قصير، فده كان بايع. احنا كنا بنبدي بس موضوع اللي هو مشكله كبيره موجوده، فبشكر الضيوف اللي نورتنا النهارده، بشكر الاستاذه رينا زميلتي في الاستوديو، اشكرك جدا على حضرتك، وبشكر الاستاذه ساره ابراهيم كانت منوره النهارده. عندي فقره بسيطه جدا هختم بيها حلقه النهارده، الفقره ديت كانت حفله خطوبه لاخويا وبنت اختي، هنتكلم في الموضوع ده. كانت الموجه الموضوع الفقره ديت حاجه مناسبه سعيده، هي الموضوع كان حاجه بسيطه جدا على الضيق كده، لكن احب انهي بيه حلقه النهارده. لكن عندنا في الحلقات الجايه، عندنا في الحلقات الجايه قضايا مهمه جدا واحداث غريبه وجديده من نوعها. لكن قبل ما انهي، احب استاذه رينا كانت حابه تضيف كلمه او تقول لينا تعلق على العريس والعروسه، فكنت حابب اسمعها معايا. ربنا طبعا يفرح كل الناس، ونتمنى ان كل الناس تكون في سعاده. خلصت 2020 وخلص هم 2020 ودخلنا في 2021، ان شاء الله تكون سنه سعيده على الناس كلها، سنه مليانه خير وحب وفرح، وربنا يشيل عننا الغمه والوباء اللي احنا فيه. تمام. استاذه ساره حابه تضيفي ايه عن الموضوع او باختصار عن نهايه الفقره، ومثلا بالنسبه لل العرسان او مبروك ليهم طيب. بقى رساله ان انت توجهيها للاباء ان هم وصل بهم المرحله لحد كده ان ابنهم اتجوز، او توجه لهم رساله ان هم يبداوا بقى حياتها ازاي بالنسبه لابنائهم او ابائهم. اولا مبروك ليهم جدا، ربنا يتمم لهم على خير، ويفرح كل اب وام بعيالهم ويشوفهم يا رب في احسن حال. وعايزه اوصل بس رساله للابهات والامهات، خليكوا حنينين على عيالكم، ما تفرقوش، ما تخلوش الام تبقى هي اللي شايله كل حاجه، وبرده الاب مش هو اللي يبقى شايل كل حاجه، لازم انتوا الاثنين تبقوا في حياتنا، خليكوا حنينين علينا بس. شكرا استاذه ساره. شكرا. الى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، وانتظرونا الاسبوع القادم في قضايا جديده واحداث جديده من برنامج قضايا واحداث. بس نختم حلقتنا بالفقره اللي جايه دي، وانتظرونا الاسبوع القادم.
اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. النهارده مناسبه سعيده بالنسبه لي، النهارده هو خطوبه اخويا وبنت اختي، فانا احب اهنيهم من هنا من هنا.